مساء الخير لكل مشاهدي تلفزيون المستقبل، حلقة جديدة من برنامج فيوتشر سبورتس، أخبار محلية عالمية. وضيف معنا اليوم باستوديو العميد المتقاعد حسان رستم، أمين عام اللجنة الأولمبية اللبنانية. بالبداية بدنا نتقدم أكيد بأحر التعازي باسم رياضة من تلفزيون المستقبل، من عائلة الشهداء كلهم، والوزير أيضا كمان محمد الشطح، وإن شاء الله بتكون خاتمة الأحزان هذه اللي دايما منقولها. جنرال، خلينا نقول لك جنرال، اول شيء يعطيك العافيه جنرال. الله يعافيك. واليوم نحن عم نوصل لنهايه سنه 2013، يعني اليوم بدنا نحكي شوي عن عمل اللجنه الاولمبيه خلال 2013. انتم ب 26/2 2013 تم انتخاب اللجنه الاولمبيه اللبنانيه، وكان عندكم رزنامه عمل كثير كبيره. اذا بدنا هيك على السريع نحكي عن سنه 2013 على صعيد اللجنه الاولمبيه اللبنانيه، يعني بأقل من سنه شو عملتوا؟ الحقيقة لما تم انتخابنا صار في اتفاق انه يكون العمل عمل مؤسساتي وفعال، والمشاركاتنا بالخارج تكون مشاركات بالفعل لنتيجة معينة. حلو الاحتكاك اكيد، بس ما يكون كمان في عنا مضيع على الوقت للوفود اللي بدت في سمعة لبنان، وفي سمعة لبنان منه طبيعي. مشان هيك كان عمل لجنة الدورات عمل كتير مهم. أول بلشنا بدورة الألعاب البحر المتوسط بميرسين. لجنة الدورات عملت تقرير فني وعلى أساسها صار فيه مشاركة، شاركنا فيها بميرسين، والحقيقة كان عندنا نتيجة حلوة كتير. أخذنا ميداليتين برونزيتين، واحدة بالتايكواندو وواحدة بالجودو. الشيء الحلو أنه كمان اللي ما قدروا حققوا نتائج هون صار الاحتكاك كتير كتير منيح. وبدي نوه بلعب الملاكمة نجد سلوم اللي كان صائب القرعة تاعيته النصف نهائي مع اللاعب التركي، ونحن ما كنا موجودين، كانت مسافة بعيدة، بس خبرونا اللي كانوا موجودين من الوفود الباقيين انه يعني مثل ما بيقولوا قاتل قتالا عنيف، بس للأسف خسر بالنقاط وكان لازم يربح. شخصيا كنت عم بحضر كمان مباريات المبارزة، منى شعيتو كتير كانت موفقة بالتصفيات الأولية، بتصفيات الثنائية طلعت القرعة تاعتها للأسف مع بطلة العالم اللي هي إيطالية، وهي اللي أطول منها بمرتين. شفتها كيف عم تلعب، بالفعل كانت مباراة كتير شيقة وقدرت ضاينت معها للجولة الثالثة وخسرت أكيد بالنقاط. هون بتشوف انه هون الاحتكاك ضروري. صار عندها خبره، قديش عندها خبره شعيتو، صار عندها خبره اكثر، نجد سلوم صار عنده خبره اكثر، واللي حققوا ميداليتين برونزيتين اللي هن دميان زياده بالجيدو اكيد حيكون عنده حافز يحقق ميداليه احسن باللقاءات المقبله. وبالتايكواندو اندريا باولي كمان اخذت ميداليه برونزيه، وهن كمان ابطال دوليين، هذا كان حافز لانه انه يرجعوا يتمرنوا لحتى نحقق اكيد ميداليات اكثر. يعني جنرال مثل يلي عم بعمر بنايه، خلينا نقول صاروا الاساسات موجودين. نعم، يعني الاساسات موجودين، عندنا نخبه ابطال. نعم. بدهم شغل، بدهم معسكرات، بدهم مصاري، بدهم سبونسر. صحيح. وهون دور اللجنه الاولمبيه اكيد. صحيح. والاتحادات المحليه. صحيح. انه يقدروا يطلعوا يعملوا سكاوتينج او سنايبر اذا بدك الناس. وين عندنا هالمواهب، كان بلبنان او خارج لبنان. صحيح، هيدا كمان دورنا كلجنة أولمبية، عم نحاول نستفيد من برنامج التضامن الأولمبي اللي بيدعم اللاعبين وبيسمح لهم انه يشاركوا بدورات تدريبية ومعسكرات تأهلهم لحتى يشاركوا بالألعاب ببطولات دولية والألعاب الأولمبية والألعاب المتوسط وإلى آخره. صحيح. كمان في دورات للمدربين، دورات تدريبية، وبدأنا فيها حقيقة، وفي مساعدات عينية بشكل انه مساعدات لمعدات رياضية، مثلا اتحاد الأوس من الشيب استفاد من هبة بعشرة آلاف يورو من نجد الألعاب البحر المتوسط فيها معدات. برنامج منح اللاعبين استفاد منه اتحاد التجلج اللي حيشارك هلأ بسوتشي 2014 لعب أولمبية شتوية. كمان في عنا برنامج تدريب دعم الصندوق الأولمبي مشان المدربين، وهلأ مؤخرا استفدنا من منحتين اللي هني أول منحة لاتحاد كرة الطاولة كانت كتير دورة نشحة للمدربين، واتحاد الجودو كمان دورة كمان للمدربين على نفقة صندوق تضامن الأولمبي أكيد عبر اللجنة الأولمبية اللبنانية. يعني فينا نقول، فينا نلخص بعشر أشهر عمر اللجنة الأولمبية، وانت عصرت كتير يعني لجان واتحادات وغيرها، بعشر أشهر راضي عن عمل اللجنة. صحيح صحيح، كمان يعني
بدأت أنا بالألعاب المتوسط، لأنه من لما انتخبنا 26 شباط كانت ديجا بيعطينا الموافقات المبدئية، موافقات الأسماء كذا، اشتغلنا كملنا المشوار اللي بدأته كانت اللجنة الأولمبية اللي كانت قبلنا. كمان شاركنا باستحقاق اللي هو دورة الألعاب الآسيوية للصالات المقفلة بإنشون ب 2013، وكمان يعني قدرنا حققنا نتيجة كتير حلوة بالجيدو كراش بواسطة اللعبة بالكراش اللي هي كارن شماس، أخذت كمان الميدالية البرونزية، وكمان شارك فيها لاعبين بكرة الصالات بالمواي تاي كمان استفادوا بخبرة. يعني أنا بدي نوه باللاعبين اللي شاركوا بالدورات كلها، يعني لو ما حققوا نتائج بس نحن كانت التقارير الفنية تاعت رؤساء البعثات أنه لا كانوا عم بيلعبوا وعم بيستميتوا باللعب لحتى يحققوا نصر، بس بالنهاية بتعرف في ربح وفي خسارة، هل قد قدرتهم الله يعطيهم العافية. نتمنى نحن نأمن لهم الدعم اللازم لحتى يتابعوا معسكرات ويتقدموا ونقدر نحصل أكيد ميداليات ترفع جنرال. نحن يعني مثل يلي عم بيفتش على إبرة بكومة قش بالنسبة لغانا، من ناحية المال الموجود، من ناحية الدعم الدولي يلي عم تقدم لهم إياه، من ناحية المعسكرات، من ناحية الاحتكاك، يعني نحن عم نقدر الماكسيموم نعمله. هيدا هو يعني من ناحية الميداليات اللي عم نجيبها، عم بيكون وقت عم نجيب ميدالية برونزية وكأنه حققنا بطولة العالم. صحيح. بأي شيء. هلا ما بدنا يعني أنت عارف الوضع بلبنان. ما هذا اللي عم بقوله أنا. الوضع عم بيأثر كلياته على الرياضة، مثل ما عم بيأثر على الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي وكله. بس الحقيقة إنه بتعرفوا حتى الرياضة بلبنان أكتريتها تطوع، أكتريتها مبادرات فردية. عم نقدر نحن كلجنة أولمبية لنقدر نحقق مساعدات عبر وزارة الشباب والرياضة، مشكورة. يعني عم بيساعدونا قدر الامكان. قد ايه ساعدوكم مثلا بال 2013 الوزاره؟ يعني حتى ما اقول ارقام، ساعدونا بدوره العاب المتوسط، اعطونا يعني اشياء عينيه هيك. لا ساعدونا، قدموا لنا مبلغ منيح، يعني مبلغ منيح حتى قدرنا اهلنا، او حتى نقدر مش بس تاهيل، يعني يقدروا يشاركوا اللاعبين، يعني تذاكر السفر لحالها مبلغ لتشارك ببعثه كبيره بالالعاب المتوسط مثل ما نحن شاركنا. شاركنا بتمقلنا بإنشون، شاركنا بكتير محلات، ساعدتنا الوزارة، ما بدنا نقول إنه ما ساعدت. هلأ بتقولي المساعدة منا كافية؟ أكيد منا كافية، حسب قدرتها وحسب القدرة وحسب الموازنة المرصودة. مثل ما بتعرف نحن الرياضة لازم تكون بنظرنا نحن من الأولويات، تعرف بنظر الآخرين حتى ما نسمي ما عم تكون من الأولويات، نتمنى أنه تصبح من الأولويات. طب جنرال هيك بحكم خبرتك، إذا حضرتك الأمين العام يعني، وإذا بدك بادجت لل 2014، ميزانية لل 2014 للجنة الأولمبية اللبنانية، قد ايه بتتصور بده يكون لازم المبلغ موجود لتتأمن هالميزانية؟ هذا سؤال صعب، بده تحضير، بدنا نعمل برنامج تدريب. بس إذا بدي أقول لك إنه نحن كنا طالبين إنه حوالي المليار ليرة للجنة الأولمبية لحتى نقدر نساعد الاتحادات ونفتح لها مجال ان تشارك بمعسكرات تدريب، يعني مش بس كله التضامن الاولمبي. التضامن الاولمبي بيعطيك لحتى انت تبعت بطل من الابطال محقق ارقام معينه عندك، منه كافي، ما عم تقدر تاخذ كل الاتحادات هيك مساعدات. الشغله الثانيه بتعرف انه في اتحادات العاب فرديه ما عندها شباك تذاكر، ما عندها مورد، ما عندها سبونسر، ما عندها شيء. سبونسر بتلاقيه بيركض على لعبة كرة السلة، كرة القدم، وشوي الفوليبول، هذو ألعاب اللي في عليهم نقل تلفزيوني مباشر. إنما الألعاب الفردية مثل مصارعة، ملاكمة، رفع أثقال، تجزيف، هالألعاب الفردية صح. ما عندها جمهور، ما عندها شباك تذاكر. طب منين بدها تتغذى؟ منين بدها تتساعد إذا ما الدولة ساعدتها أو اللجنة الأولمبية أخذت مساعدة محترمة مثل المبلغ اللي قلناه، وهي تعطي الاتحاد تقول له أنت يا اتحاد هذا المبلغ المقدم لك على أساس أنت تعطينا بالآخر برنامج شو نفذت وين صرفت المصريات إلى آخره، حتى نقدر نكون فكرة بالسنة القادمة كيف بدنا نساعده وقديش بدنا نساعده. طب جنرال بتحاسبوا الاتحادات على نتيجها؟ يعني جيتوا هلأ أعطيتوا أي اتحاد مبلغ من المال لدعم للمشاركات لحد وغيره؟ هلأ بعد ما قدرنا نعطي أي اتحاد مبلغ معين من المصاري إنه حتى يقدر من المال حتى يقدر يشتغل، بس يصير في عنا هالقدرة نحن نعطيه مبلغ معين أكيد بيصير في حساب. مثل ما وزارة الشباب والرياضة بتعطي الاتحادات مساعدة، بده يقدم بهالنهاية هالعام
كشف حساب وين راحت المبلغ المال وين صرفه. صحيح. بيروح على ديوان المحاسبة وبتعرف هنيك بيصير فيه أسئلة وبيصير فيه أجوبة في صح صح حتى يقدر مثل ما بيقولوا يفند هالمصروف اللي صرفه. كلجنة أولمبية نحن بعد ما عندنا هالمدخول لحتى نساعد الاتحادات، بس وين في عندنا نحن عم نقدر يعني مش انه نقدر نتصرف. مثلا شاركنا بدور الألعاب المتوسط، بينت معنا اتحادات ممكن تعمل نتيجة باستحقاقات خارجية تانية، وبينت اتحادات عندها ضعف بدأ بعض تحضير. هلا في عنا دورة الألعاب الآسيوية مثلا اللي حتصير ب 2014 بإنشو، وفي عنا بفوكت بتايلاند الألعاب الشاطئية، في عنا الألعاب الشبابية الأولمبية. صار في عنا لجنة الدورات تقدر تعطينا رابور انه مين هن الاتحادات اللي ممكن يعملوا نتائج. هيدول نحن بنصير نبعث لهم رسائل نتعاون نحن وياهم مين في عندهم ابطال لحتى نقدر نساعدهم ونأهلهم ليشاركوا. بالوقت ذاته وهذا كان اقتراح نحن حنشوف هالاتحادات اللي ما عندها القدره نقدر نساعدها ونخليها تصير يعني نحفز العمل تبعها لحتى يصير عندها ابطال ممكن تشارك وتحقق ميداليات. طيب جنرال حنتابعها، بس كمان في عنا اخبار متفرقه. خلينا نشوف نحن وياكم اول خبر. ومنتخبي العراق والبحرين كانوا عم يتعادلوا بدون اهداف بالمباراه يلي جرت بيناتهم على ملعب عبد الله بن خليفه بنادي الاخويا، وهالشيء باطار مباريات المجموعه الثانيه ببطوله غرب اسيا اللي عم تصير بالعاصمه القطريه الدوحه وبتستمر لسبعه من الشهر المقبل. لان نتيجه حصل المنتخب العراقي على اول نقطه لإله بالبطوله، بينما حصل المنتخب البحريني على النقطه الثانيه وقت كان تعادل مع سلطنه عمان وتصدر فيها المجموعه، وبتبقى مباراه وحيده بهالمجموعه بين منتخبي عمان والعراق بتصير بكره الثلاثاء لتحدد مين رح يتصدر هالمجموعه. للأسف المنتخب اللبناني ودع من الدور الأول. المنتخب الكويتي كان عم يتغلب على منتخب لبنان 2-0 بالمباراة يلي جريت بيناتهم على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد بإطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لبطولة غرب آسيا. وسجل فهد حربي هدفي المنتخب الكويتي بالدقيقتين 43 و85 من المباراة يلي اجت جيدة المستوى وسيطر فيها المنتخب اللبناني على معظم فتراتها، بس فشل بالوصول لشباك منافسه الكويتي يلي تمكن انه يتعامل مع الفرص القليله يلي سنحت له. وبهالنتيجه ودع المنتخب اللبناني منافسات البطوله من بعد ما توقف رصيده عند نقطه حصدها من التعادل مع الاردن، بينما ارتفع رصيد المنتخب الكويتي لثلاث نقاط وبيفيد تعادل مع الاردن بالمباراه المقبله ليتاهل للدور قبل النهائي كمتصدر للمجموعه. وادى منتخب لبنان اداء افضل من المباراه السابقه قدام الاردن، بس افتقد مجددا للفاعليه بالهجوم، وهي الازمه يلي بيت علاجها عم بشكل اولويه عند المدرب الايطالي جانيني. فبخمس مباريات رسميه بقياده الاخير ما تمكن لبنان الا انه يسجل هدفين، وهو مردود منه منيح ابدا، وتاكد الشيء بهالبطوله الحاليه لانه خرج لبنان من دون تسجيل هدف بالمبارتين يلي خاضوا. وبعد المباراة أعرب جانيني عن رضاه التام عن المستوى اللي قدمه فريقه قدام الأزرق الكويتي بالرغم من الخسارة اللي تعرض له وخروجه من البطولة من دون ما يحرز هدف. وقال جانيني: وصلنا لمرمى الكويت بأكثر من مناسبة وما استغلينا الفرص، ومنتخب لبنان بالمبارتين كان بحاجة للاعب الهداف، ولو كان عندنا لاعب هداف كنا قدرنا نترجم الفرص. وهيك عم ينتهي مشوار المنتخب اللبناني. هون بنوصل نحن وياكم لختام القسم الاول من برنامجنا. اكيد فيكم تتابعونا عبر الفيسبوك وعبر التويتر، ومن بعد البريك رح نتابع نحن وياكم مع الجنرال حسن رستم. خليكم معنا.